لصليبك يا سيدنا نسجد. نحن اليوم يا أحبي الأحد الثالث من الصوم، أحد السجود للصليب المكرم. كل سنة في هذا الصيام المبارك رتب آبائنا القديسين في وسط الصيام في الأحد الثالث من الصوم أن نقيم تذكار للصليب الكريم. بيزيدنا اليوم فرح فوق فرح وبركة فوق بركة وجودنا مع بعضنا البعض في هذا القداس الإلهي اللي عم نقيمه في هذه الكنيسة المقدسة، في كنيسة الصليب المقدس في رعيتنا في دمشق في الشام، اللي بتعيد فيه الكنيسة ونعيد كلنا للصليب المكرم اليوم. وبيزيدنا فرح وجود أصحاب السيادة الأخوة الأجلاء معنا في هذا القداس الإلهي والآباء الكهنة وأنتم جميعا. بذكر بشكل خاص معنا اليوم سيدنا أنطونيوس المطران أنطونيوس متروبوليت زحلة والبقاع وتوابعة، اللي بنعمة الرب تم انتخابه في المجمع الأنطاكي المقدس مؤخرا مطرانا متروبوليتا على زحلة بعد أن قدم صاحب السيادة المطران سبيريدون الأخ الكريم والجليل قدم استقالته، فتم انتخاب سيدنا أنطونيوس مطرانا على زحل. سيدنا أنطون وجودك معنا اليوم بفرحنا، ووجودك هو بركة لشعبنا في دمشق. تباركهم وتدعي لهم بالصحة والقوة والعافية. وأيضا سيدنا أفرام الوكيل البطريركي وآبائنا الكهنة وأنتم جميعا يا أحبة. وسط هذا الصيام في منتصفه بعد ما منكون قطعنا تقريبا نصف الصيام، رتب كما ذكرت أباءنا القديسون أن نقيم تذكارا للصليب الكريم. فلهذا هذا الأحد الثالث هو أحد السجود للصليب الكريم. وهلأ في نهاية القداس كما العادة بدنا نحط الصليب على صينية موضوعا وحوله الأزهار والزهور، وبدنا نعمل الزياح وندور فيه ونرتل هذه الترتيلة. لصليبك يا سيدنا نسجد، ولقيامتك المقدسة نسبح ونمجد. وسط كما ذكرت هذا الصيام وفي منتصفه يأتي الآباء القديسون ويضعون أمام نصب أعيننا الصليب المكرم. هذا تعزية لألنا، قوة لألنا. وسط هذا السعي الروحي اللي كل واحد منا عم يسعى كي يخلع الإنسان العتيق، كي يبتعد مثل ما صلينا هلأ في هالقداس الإلهي، قداس القديس باسيليوس الكبير بيقول أبعدهم عن كل شر وخطيئة وألصقهم بكل خير وبكل صلاح وبكل فضيلة. كل واحد منا هو عم يسعى هذا السعي أن يبتعد عن الظلمة، عن الخطيئة وعن ثمار الخطيئة، عن إبليس وعن أعمال إبليس، عن كل رذيلة، وأن يتجه نحو النور، النور الحقيقي، الشمس الحقيقية اللي هو السيد الرب، وأن يلتصق بكل فضيلتين
وأن يتجدد هو ويتبدل ويتغير ويتحول إلى إنسان جديد، إلى آدم الجديد على شاكلة السيد الذي يريدنا أن نكون عليها. وسط هذه المسيرة بيجوا الأباء القديسين الكنيسة المقدسة تنصب أمامنا الصليب الكريم لتقوينا، لتشددنا، لتعزينا، لتفرحنا، لتذكرنا أنه نحن وسط هذا السعي الروحي وهذا التخلي عما نتخلى عنه من رذيلة وعما نجاهد أن نكتسبه من فضيلة، ما يقوينا وما يعزينا هو السيد الذي رفع على صليب. وهذا بينطبق على حياتنا الشخصية، على حياتنا الشخصية، على حياة كل واحد منا في بيته، في عائلته، الرجال مع مرته، والمرأة مع زوجها، والبي والأم مع أولادهم، والأخ مع أخوه مع أخته، والجار مع جاره. بينطبق علينا كلنا في حياتنا كيف الواحد منا بده يتمسك بكل ما هو صالح ويتخلى عن كل ما هو غير صالح. ولكن كيف يستطيع أن يحقق هذا الأمر وأن يقوم بهذا الأمر؟ نحن كلنا بشر، كلنا ضعاف، وعنا ضعفاتنا وسقطاتنا وأهواءنا، وهالأمور كلها اللي بتشدنا نحو أسفل، بتشدنا من جديد نحو الخطيئة التي لا نريدها. مثل ما بيقول الرسول، الواحد منا بيمارس الخطيئة التي لا يريد أن يقوم بها. نحن كلنا بنشتهي أن نقوم بالأعمال الصالحة. ما يعزينا، ما يقوينا هو الصليب المبارك. وكما ذكرت، هذا بينطبق على حياتنا الشخصية، على حياة كل واحد منا، وعلى حياتنا الجماعية في مجتمعنا، في البيئة اللي نحن عايشين فيها، وسط آلامنا، وسط ما يحصل من حولنا، نحن نتعزى ونتقوى بهذا السر، سر الصليب الذي نرى فيه السيد الذي قام من بين الأموات بعد أن رفع على الصليب، بعد أن رفعه اليهود على الصليب. واعتقد اليهود أنه نخلصوا من هذا الذي يسمي نفسه المسيا يسوع المسيح، وانتهوا منه وخلصوا من هذا الرجل الذي كان مزعج بالنسبة لإلهم، وانتهت القصة وبده يموت. ولكنه بما أنه السيد، عندما رفع على الصليب انحدر إلى الجحيم، وبانحداره إلى الجحيم كسر أبواب الجحيم وكسر الموت ووطئ الموت وداس الموت وقام ناهضا من بين الأموات. وهيك نحن وسط الألم، وسط الشدة، وسط الضيق، إن كان مثل شخصي، كل واحد منا في بيته، جهاده الروحي، تعبه الذي يسعى كي يبني نفسه وحياته وعائلته، وإن كان في مجتمعنا، وما تعاني بلادنا في هذه الأيام، ما تعاني سوريا، وما تعاني كل عائلاتنا وكل نفوسنا وكل أولادنا في كل هذه الديار العزيزة على قلوبنا، نحن لا نيأس، نحن ثابتون، نحن صامدون في إيماننا، ثابتون على هذه الأصالة وعلى هذا الإيمان، ولا نتحرك من هناك ولا نتزعزع من هناك. نحن بنتذكر قول السيد أن من يثبت إلى المنتهى فذاك يخلص. مشان هيك وسط هذا السعي الروحي الذي ذكرت في هذا الصيام المبارك، تأتي الكنيسة، يأتي الآباء القديسون وينصبون عود الصليب أمامنا لحتى يقوونا ويعزونا من جديد، ويذكرونا من جديد أننا أبناء القيامة ولسنا أبناء الموت، أن للحزن لا يطغى الحزن على قلوبنا، ولا يطغى الموت على حياتنا، ولكننا نحن دوما ننظر إلى النور وإلى سيد الحياة الذي داس الموت وقام ناهضا من بين الأموات. مشان هيك بتوجه لكم جميعا يا أحبة، بتوجه لكم جميعا بنعمة الصليب الكريم. احنا منصلي كل يوم بالصوم، منصلي كل يوم ببيوتنا، بقلوبنا، بحياتنا الشخصية الفردية، كل واحد منا في صلاته في قلبه، ومنصلي بشكل جماعي،
ولكن بشكل خاص بصلواتنا الخشوعية في هذا الصيام المبارك، في صلاة النوم الكبرى المنصلية كل يوم خلال الأسبوع، يا رب القوات اللي نعرفها منقول يا قوة الصليب الكريم، نتوجه للعذراء مريم للقديسين وثم منقول يا قوة الصليب الكريم لا تخذلينا نحن الخطأ. فنحن دوما الصليب هو رمز الخلاص بالنسبة لنا، ومشان هيك نحن نكرم الصليب. نحن نكرم الصليب ليس فقط انه نحن منحط الصليب بنعلق برقابنا، ليس فقط انه منعلق الصليب في كنائسنا وفي بيوتنا، نحن الصليب ما نلزينه، الصليب هو هذا السر، هذا السر الذي لا يفسر بكلام بشري ولا ينطق به من لسان بشري، هو أن السيد رب المجد ارتضى أن ينحدر من علياءه وأن يرفع على الصليب وأن يدوس بموته الموت وأن يقوم ناهضا من على الصليب لكي يقيمنا معه ولكي يجعلنا أبناء القيامة ولكي يجعلنا في الحياة وفي النور وليس في الخطيئة وفي الموت. مشان هيك نحن دوما أقوياء، مشان هيك نحن لا نخاف. الظلم ظلم، الموت موت، الشدة شدة، الضيق ضيق، الصعوبة صعوبة، الألم ألم، ونحن بشر ونتألم ونتوجع، ولكننا نحتمل كل شيء بإيماننا الذي نملك ونصبر على كل شيء، وبهذا نحن نملك بقوة الصليب الكريم، لأننا ننظر إلى ذاك الذي رفع عليه وداس الموت وقام ناهضا من بين الأموات. مشان هيك بتوجه لكم جميعا، لكل أبنائنا الحاضرين والغايبين، بنعمة الصليب الكريم، بقوة الصليب الكريم الذي نقيم تذكارا له، السجود له في هذا اليوم في منتصف الصيام، أنه يقوينا جميعا، أنه يحمينا، يحمي بلدنا، أن يقصر هذه الأيام وتزول هذه السحابة اللي عم تعصف ببلادنا، ويعود السلام والاطمئنان إلى هذه الديار العزيزة على قلوبنا. منصلي إلى قوة الصليب الكريم أنه يعزينا جميعا ويقوينا جميعا، يعزي كل أم وكل أب وكل أخ وكل أخت وكل من هو في شدة أو في حزن أو في أي ضيق في هذه الأيام الصعبة والقاسية. وأيضا بتوجه عبر صوت النعمة الذي يتم نقل هذا القداس الإلهي اليوم عبر صوت النعمة، بتوجه عبر صوت النعمة إلى كل أبنائنا، إلى كل أبنائنا في الوطن وفي بلاد الانتشار، يمكن اللي منهم قاعدين عم يسمعونا هلأ على القداس الإلهي، بتوجه لإلهم جميعا من كنيسة الصليب المقدس في دمشق في الشام بالبركة الرسولية، وبندعي لهم جميعا بالصحة والقوة والعافية. الرب يحميكم جميعا، الصليب يقويكم ويحميكم، والرب يوفقكم جميعا.